تمكنت قوة الجيش الوطني في اليمن من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية على جبهة الوزعية غربي تعز، وقال قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، قال إن قوات الشرعية المسنودة بطيران التحالف على جبهة الوزعية حررت جبل الروي الاستراتيجي بالكامل وأجزاء واسعة من جبل غباري المطل على الوزعية والخط الرئيسي لها، كما قتل عدد من الإنقلابيين من بينهم ضباط على إثر مواجهات مع الجيش والمقاومة الشعبية على جبهة البقاع شرق محافظة سعدة. عبر الهاتف مباشرة من الرياض ينضم لنا الصحفي اليمني مختار اليافعي. أهلا بك معنا أستاذ مختار. الجيش اليمني إذن بحسب الأنباء من الأخبار العسكرية من على الأرض يتحدث بأنه سيطر الجيش اليمني على مواقع استراتيجية تحديدا في غرب تعز، يعني هذا التقدم على الأرض ما مداه أو بحسب المناطق بحسب النسب كيف تتقدم قوات الجيش اليمني بحسب المعلومات طبعا التي تصلكم من الداخل؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. في الحقيقة أن عملية الرمح الذهبي والتي عدت إعداد جيدا من قبل إشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى الإشراف العام لقوات التحالف العربي، قد بدأت في تطهير أهم مناطق اليمن والمنطقة العربية إذا صح التعبير، وهو باب المندب للحفاظ على هذا المضيق المهم جدا. تقدما إلى مديرية ذباب وكذلك في المناطق الغربية لمحافظة تعز، والتي يستهدف عملية الرمح الذهبي من خلال هذه العملية تحرير محافظة تعز والمحافظات المجاورة. إذا ما رجعنا إلى عملية السهم الذهبي الذي انطلقت في تحرير العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها، هنا تعطينا مؤشرا عملية الرمح الذهبي ستكون لتحرير تعز وكذلك المحافظات، ممكن نتحدث هنا عن إب والحديدة وهي مناطق مهمة جدا للجغرافية اليمنية. إذا ما تحدثنا عن الحديدة، هناك ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يستخدمه الحوثيين كميناء لتهريب الأسلحة وكذلك استخدام واردات المجهود الحربي. التقدم الذي حصل اليوم في تعز والأيام السابقة في الساحل الغربي يعطينا دافع قوي إلى أن الشرعية كانت في الفترة السابقة ربما لاحظ الكثير عن عملية ركود أو هدوء في الجبهات، ولكن لم تكن الهدوء إلا ما يسمى الهدوء الذي يسبق العاصفة، كان طيب. هناك إعداد قوي لهذه العملية. بحسب متابعاتك، ربما بحسب ما تسمعه أيضا من المسؤولين في الحكومة اليمنية، هل هذا تقدم على الأرض، تقدم القوات الشرعية والجيش اليمني، هل ممكن أن يجبر الانقلابيين على الحوار من جديد؟ نعم، هذه النقطة ربما تداولها الإعلام بشكل غير صحيح، وهي نقطة حساسة عندما تداولت بعض المواقع والقنوات عن تصريحات لوزير الخارجية أنما العملية كانت لإرجاع الانقلابيين إلى طاولة الحوار. الحقيقة والتي يجب أن يدركها الجميع أن العملية أتت للتحرير وليست لإخضاع الانقلابيين. قد ربما تساهم نوعا ما أو وهو أمر طبيعي أن تكون عامل مساعد التقدم والتحرير للمناطق المهمة والمناطق اليمنية بشكل عام على إجبار الانقلابيين إلى الخضوع لتنفيذ القرار 2216 والخضوع إلى طاولة الحوار، وهذا أمر طبيعي، ولكنها لم ترتكز هذه العملية من أجل إخضاعهم أو موافقتهم للرجوع إلى طاولة الحوار. يدرك الجميع أن العملية السياسية لا تخلو ولن تكون في مفرق عن العملية العسكرية. نعم، وهذا أمر طبيعي. شكرا لك مختار اليافعي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض.